تعد مشكلة ضعف الذاكرة والتركيز من أبرز المشاكل التي يعاني منها العديد من الأشخاص سواء الرجال أو النساء، وتحديداً الأفراد ضمن الحياة الدراسية والجامعية. وتتمثل هذه المشكلة بعدم القدرة على تذكر المعلومات الضرورية والمهمة والشعور بضياع المعلومات وتشتت الذهن، وهو ما يؤدي إلى الفشل أو ضعف التحصيل الدراسي وعدم القدرة على اجتياز العديد من المراحل المهمة. وتعد هذه المشكلة من أكثر مشكلات العصر شيوعاً وانتشاراً بين فئة كبيرة من الناس حول العالم، وخاصة في ظل تزاحم واكتظاظ الضغوطات الحياتية اليومية التي تشكل ضغطاً كبيراً على العقل والوظائف الدماغية. هنا اليابان نتجه جنوبا إلى منطقة أوكيناوا، وبالتحديد إلى قرية أوغيمي. ما يميز سكان هذه المنطقة أنهم يعيشون لمدة زمنية تفوق 100 سنة. مع هذا يبقى السكان محافظين على تركيزهم وقوة ذاكرتهم، بل حتى على روح الشباب فيهم. وكبار السن لا يعرفون معنى الشيخوخة ويتمتعون بالحيوية التامة. رشيد بلقادة باحث، تخرجت من جامعة أوساكا باليابان وين خديت الدكتوراه تاعي. وأنا كنت لاحظت هناك في اليابان كانت في هذيك الفترة هذه كان تطور من ناحية المواد الطبيعية، ولاحظت انه هاد كانت واحدة التمرة واسمها شيكواسا موجودة في جنوب اليابان في أوكيناوا. وفي هذا المكان هذه كاين هناك قرية ان الناس تعيش اكثر من 100 سنة، وهذا كان جلب انتباه الباحثين، حبوا يفهموا علاش انه هاد القرية هذه عندهم الشيوخ تاعهم عندهم قاعدين بالتركيز تاعهم وقاعدين بالصحة تاعهم حتى وانهم متقدمين في السن. نمط معيشي أثار فضول الباحثين والعلماء اليابانيين لمعرفة ما يكمن وراء هذه القرية التي لا يعرف سكانها من معنى الشيخوخة إلا بعض التجاعيد فقط. الناس استخدمها كثير، استخدمها في الطبخ تاعهم، استخدمها في الأكل، في الشرب تاعهم، حتى في الكوسميتيك، تعمل عام في الحياة اليومية تاعهم. بعد عدة أبحاث علمية دامت لسنوات، توصل الباحثون اليابانيون لفك الشفرة في قرية أوغيمي بمنطقة أوكيناوا جنوب اليابان، وكيف لشيوخهم التمتع بذاكرة قوية وتركيز عالي يجعلهم مثلا للحيوية والنشاط. وبعد عدة اختبارات علمية تبين أن للسكان هذه القرية الاعتماد على نظام غذائي يومي، وهو استخدام فاكهة تسمى شيكواسا، وهي نوع من الحمضيات. وين الباحثين بدأوا يفكروا لماذا هذا الشيء هذا، وبدأوا يعملوا بحوث، وطلع البحوث طلعت باتنت، طلع براءة اختراع. والبراءة اختراع هذه أنه وجدوا أنه موجودة مادة النوبيلوتين في قشرة هذه الثمرة واسمها شيكواسا. فطلعت البراءة اختراع أنه طلعت لماذا مش واحد يأخذ هذا المنتوج هذا حاول يطور منه. بعد عدة اختبارات علمية أفادت النتائج أن مادة النوبيلوتين قد تساعد في تحفيز وانتقال السيالات العصبية بين خلايا الدماغ، كما يساهم في إيصال الأكسجين بكمية كبيرة إلى المخ. وقد تحصل هذا البحث على براعة الاختراع، وتحصلت كذلك هذه المادة على موافقة السلطات الصحية اليابانية. بدأت الأبحاث الأولية بدأت على الحيوانات، وأخيرا أنه نالت اعتماد، هذه أخيرا نقول أخيرا في شهر 6 هذا اللي فات، اعتماد الحكومة اليابانية الجهات الصحية على أساس أنه هذه المادة هذه فعالة لتحسين الذاكرة والتركيز. وبالرجوع إلى الجزائر، خاصة في هذه الفترة التي تسبق الامتحانات المصيرية كشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا،
تشتكي الكثير من العائلات الجزائرية من تشتت الانتباه عند أطفالهم المترشحين في ظل مدة الانقطاع عن مقاعد الدراسة والضغوط النفسية التي خيمت عليهم بعد تفشي وباء كورونا. دكتور بوديب عبد الرحمن، أمين عام لمخبر صيدلاني. الحجر الصحي الذي موجود حاليا بسبب جائحة الكورونا التي قطعت الصلة بين التلميذ والطالب والمدرسة أو الجامعة، فهذا الوقت يعني 5 شهور أو 6 شهور تاع الجائحة كورونا جعلت الطفل يفقد توازن ذاكرته ويفقد بعض من التركيز. وانطلاقا من هذه المشاكل، تسعى بعض المخابر الصيدلانية الجزائرية التي تهتم بصحة العائلة الجزائرية في تكثيف جهودها في إيجاد حلول بديلة قد تقضي على هذا المشكل الذي يؤرق الطلبة، وهذا بالاعتماد على ما توصل إليه الباحثون اليابانيون في منطقة أوكيناوا. صيدلاني، مهمتنا الأولى هو إيجاد حلول صحية للمشاكل التي تطرح في الميدان، وهو مشكل الذاكرة والتركيز. تمت اتصالات مع باحثين يابانيين في مخابر يابانية وتم إيجاد حل لهذا المشكل في مادة النوبيليتين، وهذه المادة النوبيليتين هذه المادة تم البحث عن طريق هذه الباحثين اليابانيين في اليابان منذ 15 سنة، وهناك دراسات كثيرة وعلمية حول نجاح هذه المادة في هذا المشكل، أي مشكل الذاكرة والتركيز. نالت هذه المادة، مادة النوبيليتين، الموافقة من طرف السلطات الصحية اليابانية. تعتبر مادة النوبيليتين مادة طبيعية ليس لها تأثير يعني سلبي على صحة المواطن، وتأثير الأساسي لهذه المادة النوبيليتين هو تنشيط وتحيين الخلايا العصبية لجعل التركيز أكثر والقدرة في الذاكرة، يعني تمكين الذاكرة لطلابنا وتلاميذنا. ونحن مقبلين على الامتحانات إن شاء الله في الأيام المقبلة، وتكون إن شاء الله الخير عليهم بإذن الله. اتصالات مكثفة وخطوات علمية شكلت جسرا بين الجزائر واليابان مع باحثين جزائريين ويابانيين في مخابر يابانية في خطوة لنقل هذه التجربة والاعتماد على مادة النوبيليتين التي تم اكتشافها في اليابان، وتم اكتشاف نجاعتها في تحفيز التركيز وتقوية الذاكرة. ميا شرشالي، مديرة عام في لابوراتوار فارماسيوتيك. كما نعرف يمكن للجميع في مرحلة ما من حياة إنسان أن يكون يعاني بنقص في التركيز ونقص في الذاكرة، وهذا يؤدي إلى قلق في الإنسان، خاصة لدى الشباب عند اقتراب الامتحانات. الدماغ حاليا عنده ضغط كبير في الوقت اللي رانا فيه. وقد تم جلب هذه المادة الطبيعية إلى الجزائر بكامل ملفها العلمي لتطويرها واستخلاصها في منتوج قد يساعد كل من يعاني من هذا المشكل. لهذا احنا كمخابر صيدلية نهتم بصحة العائلة الجزائرية، متخصصين خاصة ومعروفين في المواد الطبيعية، وسمعنا باللي كاين واحد المنتوج متوفر في واحد المنطقة يعيطوا لها أوكيناوا، وهذا المنتوج هو سيت ان اغروم واسمه شيكيوازا. الاغروم هذا عنده ان كومبوزي اورغانيك كي لا نوبيليتين دو تيب فلافونويد. نوبيليتين يحفز ويسرع انتقال السيالة العصبية بين خلايا الدماغ، وبالتالي تحسين الذاكرة والتركيز، ويحافظ على خلايا الدماغ من الشيخوخة المبكرة. وقد وثقت الفائدة الإيجابية لمادة النوبيليتين في مقولات ومنشورات علمية،
وتؤكد جميع الاختبارات أن نتائج استخدام هذه المادة لا تترتب عنها أضرار سلبية على صحة المستهلك. النشورات العلمية الموجودة موجودة بكثير أخيراً، نشورة في 2020 طلعت في فبراير وتكلمت على هذا الموضوع، هذا تكلمت على تجارب تعملت على أشخاص وتعلمت على الحيوانات.